فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. أنا في الدرس الماضي وقفنا عند التعرف، صح؟ تكلمنا عن التأصيل الذي أصلوه الخلق، وهذا الموجب عندهم بذلك وجود التعرف. أنا أردنا أن ننظر المقدمة. هناك درس تهمينة شو هذا الربط من الأسبوع الماضي؟ أيمن هو ده ولا مفيش؟ مش معايا. محمد اسكندراني هو الربط. قبل ما حتى ابدا بخطبه الحاج انا كده ساتعب، والمشكله يا الدرس ده مش هو اهم دروس، ده هو ام الباب. العقيده اهم شيء في الانسان بينته، امس او امس وربي اوقعني الله جل وعلا طماط فقهيه عندما جاءت عندهم محافظه قضيه. انتم شايفين الشاهد في الواقع الذي نراه الاحقاد العقديه ماذا فعلت برجل الم بعلوم والم بالعمل حتى في الفقه ايضا ضعف. اسقط الدول عمر كم يسعدنا بالله يا ربي يثبت هذا الخير فينا وفيك يا ربي يا عسل. انا مش بتغذي فيك يا عالم. انا قلت ماشي انا جوزي خالي عنده الشغل شفته او شفت رابطه صدق الله فصدق الله. لا ده الراجل اللي في اللي جاب الموز هو ده يعني. اين صاحب الطريق المشلول الذي جاب العلم؟ جاي السكه. ابو جودي مين اللي كان نقول في السكه؟ محمد منير ولا مين؟ ده مش نوب يعني؟ نور يعني من قلبين يدخل. تعرف انا اقول لك شيئا بس ليش الامريكان كثير جدا يخترعون رقصات عاليه جدا وضرب في الارض وطالع وهنا استشهد؟ ها؟ عشان نقدم له فلوس كتير وعشان نقدم عشان الاخوه الصين بياكلوا قروض يستبيحوا القروض والقرد بقى بتاع البيت وانت فهم تايين ماشي بيقفز خط القروض ويترفع عليهم فاهم. ماشي انت فاهم ده خمس سنين يعني حال الامور دي تدخل فيها سريعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قف انت ما تتحرك من مكانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام والمستفيدين الشرفاء وإخوة الكرام. نحن في أهم المجالس في هذا الباب يعني نقضي يعني التفصيل الذي سأخذ شرب الذي سأخذ منه علم الفهم كيف يكون العلم كيف يكون الإتقان كيف يكون الوصول كيف وكيف وكيف كيف سيعبد لا عبادة يرضاه الله لا مقال. إن الله لا مقال لا يقبل العبادة إلا إذا جاءت على وفق الشرع على وفق الشرع. وقفنا بين أصول الخلق وأصول السلف وأصول الخلق العقل. هذه المسألة العظيمة التي رأينا أن الناس انقسموا فيها على أطراف ثلاثة. طرف ألغى العقل كلياً وحسب أنه بذلك عظم الشر. والله ما عظم الشر والله ما عظم الشر والله ما عظم الشر. وقوم محضوا العقل ومن هؤلاء من لم يمحض لكنه يعني لف والتف ودلس على الناس أنه موفر من عقل النقل. وقوم وسطية عدول وهم أهل السنة والجماعة عرفوا للعقل قدر ومكان وأنه لا يكون الفهم بالشريعة إلا بالعقل. وهذا الكلام أيضا ينضبط بضابط سأبينه
في الرد على القانون الكلي اللي هو اصلا زرعه الرازي المؤسس الرئيس للمعتزله الاشاعره، وسحبهم من الاعتزال، سحبهم من الاعتزال كما كنت خرب عليهم. ولذلك انا سأبين لك كيف انضباط في مساله العقل، كيف انضباط المعتزله وتمييع الاشاعره امر جد خطير. وطبعا هو امر فيه ما فيه من العجب، ولا تتعجب، العلم يقطع كل تعجب، العلم يقطع كل تعجب. يعني كلامنا على مساله وقفنا عند مساله التعرض، ان هم قالوا لما قلنا لهم انتم الان ماذا تفعلون، لما تفعلون هكذا بالنصوص؟ قالوا اولا لاننا نقول بان العقل في هذا الباب هو اصل النقل، هو اصل المخروج، العقل هو اصل المخروج. ولا يمكن ان نرى تعارضا بين عقل ونقل، او قول للمعارضه اردنا ان ناتي بالمخارج، ومن المخارج القطعيات تقدم على الظنيات. فقلنا لهم ممتاز، تقعيد نحن نقول به، لكن ما القطعيات عندكم وما الظنيات؟ قالوا اما القطعيات فالعقل، واما الظنيات فالقران والسنه سواء المتواتره او الاحاديث، هذه الظنيات. ولذلك هم لا يعتمدون على الكتاب والسنه اعتمادا، او لا يعتمدون بالنصوص اعتمادا، النصوص من اجل التعميع على الاغرار، فلا ياتوا بالنصوص اعتمادا ولكن اعتضادا. وايضا هناك نظر ان ياتوا بالنصوص اعتضادا استناسا، يعني هم ما ياتون بكل النصوص على هذا الباب، ما اطاع عقلهم قالوا كل به ياخذون اعتضادا. نعم، فالان لابد ان ارجع بكم الى تاسيس اول المحاضره السابقة، وهي كان على القانون الكل، حتى نبين مسألة المعارضة التي ادعوها، وسنبين أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين عقل ونقل، عقل صحيح ونقل صريح، لا تعارض بينهم في حال من الأحوال، وضربنا الأمثلة نحن على ذلك في المحاضرة السابقة. اليوم إن شاء الله سنبين لنا الباب، أولا الكلام على القانون الكلي، لأن هذا الذي نركز عليه، والأمر الثاني يعني نرد عليه ما، الأمر الثاني يبين أنه لا معارضة بين النصوص. نعم، وإذا وجد التعارض كيف يكون نظر الفقيه العالم؟ وأولا الحكمة من وجود التعارض في ظاهره عند العلماء مسألة من المكان، ثم بعد ذلك نأتي على أمثلة يعني عينية من مسائل التعارض وكيف تعامل معها العلماء، وكان الظاهر والخطأ طعب. ويدعونا ذلك الى الكلام على المساله الثانيه، والمساله مصادر التلقي عند الاشاعره. وقلنا ان مصادر التلقي شبه الارتباط بين الدرسين، مصادر التلقي هو العقل، صحيح كده؟ ولذلك لما ورد النصوص خلافه العقل ماذا قال؟ ده بشر المريسي، ماذا تقول ده؟ بشر المريسي قال ما يعني ما عندكم الا اي امران. طيب، اما ان تردوا النصوص فتفضحوا امام العوام، والعوام ناس كتير، هو ده بيرد حتى النبي صلى الله عليه وسلم ردا جهارا النهار. طبعا دلوقتي مش ينصحوش العوام خلف الطبر ياكلون الموز ويقفزون مع قفزات من يقفز، يعني ما عندهم اشكال ان واحد يقول لهم ما ناخذ الحديث. كم وكم جاءني سؤال على هذا الخبيث، الرجل الذي يعني لما له من السطو على عقول العوام، عدنان الرغيب، هذا المتخلف الجاهد الذي يتجرع على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. العوام يسالوننا انه يجذبه، رجل بيرد حديث النبي فبدل يسالوننا يجذبه، لولا الادب ما ممكن كنت اتحمل اي احد يتكلم هذا الكلام ودلوقتي يسالني سؤال في هذا الباب. لا، يعني هذه يعني مسألة يعني أحرقت القلب،
فالتلاعب في النصوص بنفس هذا. فقلنا لما قالوا ذلك قالوا اذا لو قلتم لو رددتم الحديث صراحه مش اللي هيحدث لن تسلموا من العوام. اذا جنبوا انفسكم حرب العوام وخذوا السلامه منهم. واقول لا الوهابيه يفهمون ما تقولون وذا كله بيتكلم بالضبط. لا الوهابيه يفهمون ما تقولون ولا العوام لهم في العيد ولا في النذير. وانتم ايضا ممن اخذ من اولا. نحن تكلمنا عن التاويل صح كده وشرحناه وربنا امثله عليه. توافقون ان تخالفون بس هو حدث هذا ما حدث. المسألة ليست خلط، المسألة ماشي بالترتيب. والذي يخلط يبقى مش متابع. يبقى انا ابكي عليه ليش؟ لانه مش متابع مش فاهم الفواصل. الان ما في خلط، احنا بنعمل ايش؟ احنا بنتكلم على العقل من اصول السلف والخلف. دي معناها ايه؟ معناها في امور متشعبه كبيره بنتكلم فيها، منها هذه المقدمه اللي بنتكلم عليها. فاخذنا القضيه قضيه اصليه نبين لهم فهمنا ما تقولون. طيب الاشاعره مصدر التوقع عندهم ايه؟ العقل. فده هيفيدني في هذا الباب، لكنه هياخد مسألة أخرى، وهي إنه لما يكون مصدر تلقى عندهم ما الذي يحدث؟ أنا لما عرضت أصول العقل وأصول السلف وأصول الخلاف لابد بتديها تتبين تمام في ذلك. لكن إيه اللي بيحصل بقى في الدرس الثاني؟ وأقول أن شيخ خلصت ما مش عايز أقول إيه ثاني إن شاء الله. أقول في هذا الباب لما أقول مصدر التلقى إيه اللي يحدث؟ أنا بركز على شيء آخر، مخرجهم هم مش مخرج انا. انا في الاول ركزت على هدم ايه؟ هدم المقدمه، اهدم كل التقصير اللي عندي. لكن هنا انا بركز على ايه؟ بركز على هدم انا هدمت في الاول. يبقى انتهى ده ما انتهاش ان هم عندهم مخارج يخرجوا بيه. فباخد المخارج بركز عليه. يبقى التاس الثاني اللي فيه ان التاويل ده كان مخرجا لهم من المخارج ولهم جنايه. الامر الاول، الامر الثاني هنا لما نقول العقل انا محل العقل الاصل اصيل في كل شيء، اي معارضه لازم اهدمها. فانا بهدم المقدمه ان ما فيش معارضه اصلا. كده ظهر التباين بين درسين ولا ظهر؟ لا ما انا بتكلم بقى عليه. لا ظهر العقل لا شيء فيه الطبيب المعلم الكبير. عم استني عشان نوقفه عندما اشتبك فنزيل عليه لانه ده مش رقص. اللي يرى ان في خط من الدرسين يكون ما انا وضحت الان واضح ولا ما وضحش؟ قم قم. لا ما اقصدش انت عندك خط في الدرسين. بلا فهم خطي. بلا فهم خطي. ما انا عارف مش خط. ده مش لازم. ده عمليه ترتبيه. عمليه ترتبيه. في حد عامل خط في الدرسين؟ طب انت جيت جنب مين؟ تتوهم قاعد مع الشياطين؟ طب ايه اللي خلاهم يسكتوا ليه طيب؟ انا قلت ان طالب العلم لما ياخد له شخصيه يعني شخصيه فيها شيء الشجاعه مش هينفع يقول لك مش فاهم. انا قلت ذلك مش فاهم هو ده الخط من كله؟ من ساعة ما جيت؟ لا انت ما فيش حل فيه. تقعد بركه قدام الامور. لا كده خلص؟ مش فاهم اي حاجه. يبقى انت لازم تقعد بقى تصبر صبرا عظيما حتى لا تنطق شيئا. كان لازم تسمع السبب. انت اصلا كان لك حلول. مين؟ انت بتسمع لما بتروح بتسمع؟ لا؟ قعدت كم مره؟ مش قعدت هنا، مش قعدت يعني قعدت. قعدت بالهمزه. قعدت اقتناعها كم مره؟ بتسمع تاني يا عم؟ ها؟ طب ومش فاهم اي حاجه؟ كل درس يعني ما شاء الله. اصبر ومصر وكفر ان شاء الله استنى. وانا برضو ساحاول ابين عدم الخلط بين الدرسين حتى ما يكون امر لكن افهمت معنى التوتر هذا يفيد الانسان. اذا لابد من الكلام على القانون الرازي اعيده مره ثانيه وقد قلت وذكرت قبل ذلك. وهذا القانون اساسا القانون الرازي والقانون الكلي اساسا.
السنوسي كتابه كله مسمى أم البراهيم، تعرف كده؟ البراهيم في هذا الباب على أساس هذا يقول الفصل الثلاثون في أن البراهيم العقلية إذا صارت معارضة بالظاهر النقلية بالرأس. يقول اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وردتنا أدلة عقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهنا لا يكون حال من أحد أمور أربعة. إلى هنا الكلام سديد وفيه يعني أنت لسه فتح ثاني أنت طلعت وأخذت ثاني ليه؟ فقال إذا كان في ظاهرة التعارض لا يخلو من الحال من أحد الأمور الأربعة. ثم قال الرازي على الأحوال الأربعة وانظر يعني حقيقة الكلام فيه حق كبير الذي نحتاج إلى شيء من يعني التركيز. وانا سأرى تركيز الاخوة الان قال يا اخوان الاحوال اربعه الحال الاولى اما ان يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين ما اختلف يصدق العقل والنقل يبقى يلزم تصديق النقيضين سواء كانت من جنايه كبرى دي جنايات من جنايه واحده وهو محال واما ان يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال ايضا عقل اخر ذلك واما ان يصدق الظواهر النقليه ويكذب الظواهر العقليه وذلك باطل يصدق الظواهر العقليه باطل الظواهر النقليه يصدقها وتكذب الظواهر العقليه لانه تبرير هنا ان انا عايز فيه شيء من الانتباه لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وده التأصيل العام عندنا إثبات الصانع. طيب حاضر يا أبا عمر الأول إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فلازم تصديق النقيضين وهو محال جنايات وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال وإما أن يصدق الظاهر النقلية أو يصدق الظاهر النقلية ويكذب الظاهر العقلية وذلك باطل لما باطل لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظاهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع والصادق وكيفية دلالة المعجزة النبي صلى الله عليه وسلم وزور المعجزات ولو جوزنا القطع بالدلائل العقلية القطعية صارت متهما غير المقبول الطب وكان جنايه ولو كان كذلك لخرج ان يكون مقبول القول في هذه الاصول واذا لم تثبت هذه الاصول خرجت الدلاله النقليه عن تقويه مفيده يعني قلت بطلان العقل ماذا فعلت قطعت ايش النقل في ذلك فذكرت ان القطع في العقل لتصحيح النقل يفضي الى القطع في العقل ثبت من القطع في العقل التصحيح النقل يفضي الى القطع في العقل والنقل معنى وانه باطل ولما رد الاقسام الثلاثه لم يقطع الا ان يقطع بمقتضى الدلائل العقليه شوف هذا القول الكل الذي اسسه هذه جنايات كثيره انا ساقول الجنايات وساقول ما احق في منها فانا اريد الحق الذي معه والباطل الذي احويه حتى نفند الكلام هذا اذا كنتم منتبهين فأقول جنايات الجنايه الاولى سوى بين العقل والنقل والنقل كلام الله والعقل مخلوق من افعال الله جل وعلا طيب وقولي النقل من كلام الله والعقل من خلق الله هذا له امور مهمه جدا مش الامور التي تكون لها مادي فلاح بدون فهلوة
استاذ عسل صندلاني فهلوة صينية. هو طبعا لا بد ان نقول يعني في هذا الباب طبعا ما يدخل في هذا، هو ممكن اصلا يرجع علينا الايرادات. نقول هذه المساله بصراحه في الاول لما انا اقول انه سوى بين النقل والعقل في الامر الاول سوى بين الكمال والنقص. العقل مهما بلغ ففيه النقص والعجز، وهذا اصل الانسان فيه نقص وعجز. والنقل كمال كامل كماله كامل تام ليس فيه كم شيء. النقل كلام من والله يعلم ما كان وما يكون وما يكون وكان كيف سيكون. كلام الله جل وعلا ضارب تنزيل رب العالمين الذي رب العالمين عن قلب كل المنزلين بإنسان عربي. أمر ثاني سوى من يعمل بين ما يعمليه الخطأ والجهل وما لا يعتريه الخطأ والجهل. كلام الله ينضبط، كلام الله على الوزان الحق، وكلام العبد نابع من العقل وتتفاوت درجات العقل ورتب العقل عند الناس. وكل عاقل يعتريه نقص. هذه أول جنة من أول جنات. وفي حقيقة أنه قدم العقل على العقل مش سوى يعني كان دلوقتي على ايش؟ على التسوية في علاقة الحاكم. الأمر الثاني أنه جعل إثبات الصانع وإثبات النبوات لا يكون إلا بالعقل. وحقيقة الأمر أن إثبات الصانع لا يكون إلا بالشرع، والعقل يعرض ذلك. ولذلك قال الله تعالى أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبه. وإثبات الرسالة بالنقل أولا والعقل يعرض الذنب. لذلك قال له أنا رسول الله إليك. إيش قال موسى عليه السلام؟ تعالى إيش قال موسى بفرعون؟ إيش قال؟ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. ففرغت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من دينك. يبقى بدا في الرساله وانا قال انا رسول من وجه نشر. ثم ياتي دور العقل لتعضيد الشر بفهم الصحيح ووضع الدمجان الصحيح وزاد منه. لذلك قال لما تكلم معه بقى هنا بدا رساله الشرع. قال له فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. ثم بين لهم بالمسائل النقليه والعقليه على عظيم ربوبيه الله لابراهيم. فقال لئن اتخذت الا ان غيرك لجعلنك من المسلمين. ولا ظهرت هي لابد تكون عيانا للناس. فما حد يقول لي ما انا ما عرفتش النبي لما حصل بانشقاق القمر مثلا. قل لا، علموا جميعا انه نبي بخبر السماء. ولذلك ما كانت المعجزه مؤثره في ابي بكر. كان المؤثر في ابي بكر هو ايش؟ النقل. هذا العقلاء هكذا. ما كانت المعجزه مؤثره في ابي بكر. صحيح؟ جاء فقال كنت البارحه في بيت المقدس. طبعا بقى التصوير والتصفيق ابو جهل اراد ان ينتهز فرصه كان خدمه ذلك، لكنه ذهب لابي بكر. فقال لابي بكر ماذا قال لابي بكر؟ فقال لابي بكر قال له انظر ما قال صحيح. قال ما يقول؟ قال يقول انه كان البارحه في المقدس ونحن نصل من اي عجبان ابن شهر والان بين ازوره. فقال له ابو بكر او قال له انظر في معجزه ولا في معجزه؟ ما انظر معجزه. أقال ذلك؟ قال نعم. قال صحيح. إني أصدقه بما وفق ذلك أبي خبر السماء. فالأصل أنه لما قال
قال أولم جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان. نعم ممكن الحدود تتشرف على المنتصف ببعض الإخوة لو تدخل أين على عنده مصلحة كله كل اثنين عنده مصلحة أمه بعثته تجيب الخضار وأنتو قبل اثنين كل يوم اثنين في مصلحة تصنيف الآن خذوا ما الذي يحدث هذا الأخ المصير أين هو شوف الأخ المصير فين يا شباب شيخانا أحمر أسلم هي يا عمر يا عمر أيوة بس خلاص إياك أن تفعل ذلك ولا تهرب ولا تفعل إذا هنا حتى الرب كما قلنا وفرعون لما تكلم وقال مصيبة ثم أتاه بالآية التي راها في البيت فتقول طاهرة فإذا المسألة هنا في هذا الباب الجناية السريعة في الكل أنه جعل العقل هو الذي يرزم الصانع العقل دون النقل وهذا أيضا من القصة البين فلأجل ذلك فرع على أنك لو هدمت العقل قد هدمت العقل فنحن في الرد على هذا القول الكلي وكان نسير على سيرنا الرد على القول الكلي في هذا الباب قبل ذكر هذه الاحتمالات الاربعه التي ذكرها وتذاكرها ان نقول يعني المساله هنا ستكون على النقاش يعني نناقش ما جئت به من المساله في المقدمه التي بناها على التعارض ونحن اصلا بصدد هذه المقدمه انه لا تعارض بين عقل وبين فلا نسلم قوة تعارض بين البراهين العقلية الصريحة والبراهين النقلية الصحيحة إذ إنه تنزيل من حديث الحكيم قد أتم الله بكلماته وصفته عالية سبحانه بالأعداد ولذلك قال تنزيل رب العالمين ذكرت الأمين أفضل يكون المذكرين بالزاهد عظيم واتفق سلف سواء الصحابة بعدهم اتفقوا باتفاقا كاملا فاتفقوا على أن العقل عليكم بأثارنا ومن تمسك
فقد سبقتم سبقا بعيدا والا فقد طلبتم ضلالا بعيدا. لابد ان تاخذ باثارنا. وهذا اثبات القول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا من الفرقه الناجيه؟ قال من كان على ما انا عليه اليوم هو اصحاب. من كان عليه اليوم على ما انا عليه اليوم هو اصحاب. ولذلك مقولة السلف أحكم وأعلم هذا كلام باطل لا يجوز بحق الأحوال الأرض به ولا التعامل معه. وأقول من يعني تحكيم القانون الكلي الباطل هذا قبلها قبل أن أأتي بالجواز الباطلة في قانونهم أقول معه بعض ارتباط العقل بالنقل. الحق أن العقل هو الذي يفهم ويعقبها ويبحث عن مراد الذي وهذه وظيفة العقل. هذه وظيفة العقل فإنه يعقل عن الله مراد مراد ويعقل لا هيصح
فالحاصل هنا نحن نقول بأن مسألة العقل والميزان فيها ميزان في هذا البلد، أن ترجع تكون حاكما كل ما اختلف العقل معنا كان ضعف فقال إن الجن لا ليش؟ من اللازم أن مفيش كلام أقول له أخطأ لأن الجن ليس يصف بالضبط، ده الجن عشان يصف بيصف ليش؟ بضعف وما يصدقش ما جن عايش معاك فريق عايش معاك بالنهار صرف منك شيء وانت ماشي يطلع حق فلوس وهو عارف حق فلوس سرقها اصلا مسألة الزفت الجن هذه لها ضوابط واصول وايضا لما اتفق ان الجن لا يستطيع نفسه كان القوة في امر المغلصة او امر القتل فهو ذكر صلى الله عليه وسلم ما يستطيع فليس اي احد الان ان يقول ذلك فنقول هنا الان هذه جناية لتقديم العقل على النقل لانه جعل العقل حكيما شوفوا حرب سنة أقول أنا تفضل وأنا حاضر
طب على قال لي انا اقرا ايش الوظيفه، قال ان هو وظيفه كبيره جدا. يقول اسهل شيء لما نجيب نباع فلوس، كل ما ننزل نباع فلوس. العقل المقتضى ده كان هنا الان على هذا الباب لكلام مساله
يقولون العباد خلقوا أفعالهم. وهذا معقول الآن. طيب أنت تقول هذا انضباط في عقولهم. على التوصيل الذي أصل الناس. طيب الأشاعرة ماذا فعلوا؟ قال الخالق قال لا مفيش فعل أصلح العقل. العبد ماشي أمامه مش هو اللي ماشي. العبد ابتسم مش هو المبتسم. يعني العقول لا مش ممكن مش ممكن تصدق هذا. طبعا لا لا تأثير لا مسألة الكذب حيرت المجانين فما تفعل السماء طلاب حيرت المجانين فما تفعل السماء فننقضوا عقلك فننقضوا عقلك وزي قلنا لو أنت نقضت عقلك لعقلك لأنك تجرأت هنا واستخدمت العقل في غير لذلك إما مالك عقل الجناية العقلية عند تكتشف عقلك الله قال الرحمن في السماء استوى ايش استوى طبعا نقول الان اسم الرحمن على العرش استوى ما قالت الايات زي العرش استوى ما قالت النبي على العرش استوى ما قالت عبيد على العرش استوى قالت من الرحمن انت قال الرحمن بالنسبه لك طيب صح كده الغيب لما تطلع فيه ولذلك انت لما ترى التناقضات في الاشعار يقولون لا يصح قياس الشاهد على الواقع وهم يقيسون كل التطبيق العملي ده الشاهد على الواقع حتى بزاد التوسل وغيره وهذا الشاهد وانا قلت لك واحده واحده وراء واحده واحده تجد ليه على ماشي بكل جزئيه تصير في الاعتقادات وايضا اصحاب التفكير واحده واحده فتراوا اصول التفكير عند المتقدمين في الفرن انتم والمتقدمين بل كل هيسمعك يعمل ايه؟ مقابلة زي ما عملنا كده شفت يا احمد علي مش عملت مقابلة في واحد فيهم توقف في شرط واحد يا احمد علي يبقى الناس دول دي جناية جناية يجنون على دين البلاد اللي في علاج دي جناية على دين البلاد اللي في علاج لان مفيش ولا عصير متوقف فيه شرط واحد ومن يدعي بالتوفر ياتيه اسمع هو بيتكلم حتى هو بيتكلم اسمع اسمع له وهو بيشرح كتاب يقول له ائتونا اصلا العلماء يعرفوا ذلك فعامة احنا لن نترك شهيد الوالدة حتى نؤسس لعقيدة السلف ونموت بعد ذلك تبرأ صحتنا امام الله جل وعلا ويهلك ونهلك عن بينا ويحرم الحي عن بينا دي مهمة ويجب علينا ان نؤديها بكل ما دينا نقوم سواء بالنوت سواء بالانشغل سواء فينا ما علينا لابد من المهمة ان نؤديها على إذا نقول له أنت بذلك جريت بحقك على عقلك أثبتت التناقض العظيم الذي تقع فيه لأنك أخذت العقل فيه قمت حينما أخذت العقل فيه أخذت العقل في محلي فهم النصوص وفهم ما جاء الناس للعلاء قلنا لك ولا نعمل ما قلت لكن أنت الآن عملت إيش؟ لأن أنت أصلا في الداخل عندك جاعل العقل حاكم على الشر وش بقى اللي بيطويك الهوى 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 وقت أن تضربنا الله حكمة تعطون الراس كان يمشي في آلاف الطلبة حوله آلاف الطلبة وزان في ذات مرة مشى الراس وآلاف حولها المرة يعني العجوز عجالة من سبول لأنه تنهر القولية في أول المواجهة وعجالة سبول أجمع لأن تكون فامرأة عجوز قالت لما تسمع قالوا لما علمت بأن الرضي يشوف الرضي قال راضي قالت هم الراضي قلت تعيدا عيش بمئة هم الراضي هم أرادوا أن يجلوا المسألة على عظم مكانة الرضي فقالوا لها هذا الذي أتى بألف دليل على وجود الله فابتسمت سخرية قالت يا بني ووجود الله يحتاج الدليل وليصح في الاذهان شيء ان احتاج النهار الى دليل يصح في الاذهان شيء فقالت ماذا تقول الف دليل وهذه الناس لا يحتاج الى دليل فلذلك قلنا له عقلك هذا انت تجاوزت فادخل عقله في الوديان فلما نظر الى الصفات طبعا اتى باختلال العقل بالوجه بالتشبيه فسوى بين الخلق والمخلوق وهو بيفهم منها فابتدا يفهم فالفرار بقى في كل لون من الالوان اما التوحيد اما الجنايه اللي احنا نعلمها
نتكلم عن المواقع عمليه، لان الحمد لله انا امشي وسط الناس وقلنا الناس يعني وده الحمد لله انا في منطقه وانا كنت اعيش منطقه ليست كمنطقه، منطقه يعني بنقول عليها منطقه يعني ما بدنا انا اقول الناس هي المنطقه اللي ما بقاش ناس في منطقه راقيه، المنطقه اللي بتتاحل الناس في منطقه راقيه، وانا ميتي قلت ما اعيش في ما استطيع انا بس عشت في مكان ما فيهوش ناس تصل، لاني انا اصلا ما عنديش وقت اشوف لا ناس ولا في هذا الباب، ده اللي رحمه، لكن انا وضعت في مكان هكذا سكوت وانا مسلم حقا فانا امشي مع الناس وارى الناس فاقول صدقا قال لي رجل ما هي السنه؟ مش السنه هذه، وكلمني عنها بعدم احترام، ثم زاد علي وقال القران لا يحتاج الى مرء، وبالجناية على السنة هنا نقول جناية على القرآن. قال جاهز ومنهم من قال يعني السنة هذه التبرع ضعف تعظيم الشرع الكتاب والسنة في قلوب الناس بسبب مثل هذه القوانين الكلية التي تزعل الناس والعقليات والكلام وفهمي قد يحترمونها. المرأة المغرفة المرأة عجوز النحس عجوز النحس كان ده كان تاخذ الايات وكان يطلع عقلي هذا هو الذي يفسره طبعا الضلال الكبير طب الله ما احد يتحكم لك في ذهنك على الايات قلنا لا تقرا ما يعني انت جاءك عجاء تاخذ انا اشوف الامر كل يوم الان معاهم الثقه وتجر الناس على تفسير الكتاب السنه. وانا قلت انا بوضعي بسمع هذا الكلام ويقول لي القران لا يحتاج بمحقق فانا اقول لك ايه السنه عشان اتبرك بها وكان في السنه يقول لك وبعدين جنة بقى طبعا هم الاسناف اسناف هؤلاء يقول لك السنه نعم ثبتت ففي النهايه تقول لها عدم تعليم السنه بالنهايه عدم تعليم السنه في النهايه فقلنا اول لازم لازم من ثمرة القانون الكلي المخروب هذا بيننا خراب بيننا فيه الحق الصفر وبيننا خرابنا فيه من أول الثمرة ضعف الثقة في كتاب السنة وعدم تصديق كتاب السنة عند الناس وده حاصل هنا بقى المستعملون المذهبية اللي هي المذهبية المنحرفة المستعملون يعبدون ذلك فكلما قلت لهم قال ما في دليل ما في ما تكلم قال السادة الشافعية قال السادة الحنفية قال السادة المراقشية قال السادة أي سادة السادة يقول قال رسول الله خرص إذا قلت لك قال رسول الله تعظم وتتخرص وليس لك أن تعارض من الرسول أنت أعلم أنت أعظم أنت أكرم أنا أصحاب ابن عباس أبو هريرة ما سكت قال له يعني انظر ما تقول يا مولانا كانه يشكك في ايش؟ في حفظي لا في اعوذ بالله في حفظي فماذا قال؟ قال له يا بني اذا قلت لك قال رسول الله ما بعد انا بغلق لا حفظي ولا حفظي اذا قلت لك قال رسول الله لا تضرب له وعلمه لمعاويه لما معاويه كان يتمسح في الاركان ماذا قال له؟ قال له كان النبي لا يتمسح الا في الركنين الركن اليماني والحجر الاسود قال له ليس شيء من الذي مهجور قال لكم في رسول الله مسلم قال سمعتم فالجنايه الكبرى بما يضحكون به على الناس بالكلام يحشون به القلوب ويخدمون به العقول بمثل هذه القوانين التي يتمسكون بها ويجعلون عقولهم المختلفة حاكمة على الكلام منها نزع التنسيق من المسلمين ونظام أعدامهم يقول نحن التراث لنا وكيف نتقدم بغير التراث كلام من ذا صح وبعد ذلك في نفس الموعد يقول دم حيث الحدث الدم هو الناس ما تقول عنه
أقول قال رسول رسول يقول لك أريد كتاب الله لا أريد الآية. ولذلك هذه المسألة العظيمة أمر كان إعطاء الحجة عشان تردد القوة القوة السرية لا تعارض بين الحال والحال.
ولا تعارض بين العقل الصريح والنص الصريح. وضربنا امثله على ذلك المره الماضيه قالوا إذا تعرض إذا كان كحتاج ما
وعايز يعمل كلام تحت الديسكو لازم نخلص خالص وهديك الخلاصه كلها في الثلاثه
وعند التعارض تركنا لسانا، قلنا هذه لا تعارض، وإن كان فإن الشريعة أسست لنا قواعد كلية، ولذلك قلت احرصوا على القواعد، احرصوا على التأصيل. السلفيون يعني يغملون بهذا الجانب، وهو مادة نجاحهم من أهل الأهواء والبدع. وخذوه على الراس مش تبدأ الببغاء. عندي قواعد كلية من الشريعة براءة جاءت لا تفرق بين المتمثلين. ضربنا أمثلة على ذلك في الأسبوع الماضي. وأيضا جاءت لا تفرق بين المختلفين. ووقوع القول بأنهم بمضادات نقول بمخالفة المسلك أتوا بالمسلك المضاد. فجمعوا بين المختلفين وفرقوا بين المتماثلين. وألا ترى أهل القدر، ابن قتيبة أصلا ينكر عليه هذا الباب، قال ألا ترى أن أهل القدر حين نظروا من قدر الله الذي هو سره بآرائهم حملوه على المقاييس والمقاييسين وأرادوا أنفسهم أنفسهم بيسعوا على ما جعل في ترتيب المفروض بالمعرفة بالعادة المحضر على القدر، أن يجعلوا ذلك حكما بين الله وبين وبين وجمعوا بين الرسول وبين غيره في بلد الاسم الرافع
الروافض عدم على عدم العداد في الروافض ايش فعلوا؟ لا فعلوا جنايه مع الصحابه ايش فعلوا؟ يسبوه يقولون انا متناشي على تفصيل هذا التنشئه على تفصيل عمر ارجع كما كنت نحن نتكلم عن تفصيل فاذا اريد منك اجابه على التفصيل ممتاز ترتب على بعض وايش وكفروا بعض والميزان واحد بشوف المسلك هنا او المسلك هذا مثلا امريكا على الطريق خلاص انا ارتحت من هذا محمد انت بتشرب في المسائل ركز على ما فيه انا اعرف انا ولاك خليك ركز في ما فيه افضل لك في هذا ده ليه لانه حيوصل دخل بنايه بعد ذلك وجمع بين رسول الله غير قالوا بأن الأئمة ها معصومون هذه طريقة البدع والضلالات والأشاعرة عشان يكون بالتصريح بقى هنا صرفوا بأن كتاب السنة فجاء البدع يقولون المعول على القرآن ويحاربونه لا على السنة وفرقوا بين القطعات والضميات وفرقوا بين الاحاد المتواجد فاضطرب الامر عندهم جدا فلذلك قلنا هذا تفريق بين متنازلين تفريق بين متنازلين وجمع بين مختلفين ادخل على الامثله تطبيق المسائل في مسلك واحد فهمتم هذه الجزئيه يبقى اخترت نوع خفيف اساس التقسيم هو تطبيق اخترت بعد ذلك فيش تطبيق احنا اصلا عندنا في التقسيم نفارقهم ايضا يعني التفصيل مش مطابق لا هم غالوا في العقل احنا الان اتفقنا معهم ان العقل له ايه له دور هم جعلوا الدور كليات العقل دور كليات النقل والعقل له اتفقنا في هذه الجزئيه معهم وعشان الاختلاف بقى في كماليه التفصيل ماذا حدث لا ايوه المسلك التطبيق كله مختلف طب خلاص نكمل احنا على كاميرا ماشي ايوه ماشي عشان نخلص الله يبارك فيك نقول المسلك الثاني من خارج السنة والجماعة تأتي الأدلة بناء على الأدلة نقوم به مع بعض اللي هو مع الأدلة وهذا كان ياخذون بعض الكلمات الشرعيه ينبتون بها على العوالم الاغراب الامار ليحسب الناس انهم ياخذون كتاب السنه وياخذون بجد التركيز ويطلقونه لما ليتبنوا اهواء تتفكر رد على القضيه تم لا أتم من كتاب الله الذي أعلم ولكنهم يأخذون أكبرها ويأخذون أخيرها ويأخذون أخيرها ويأخذون أولها لنفس اليد ليس أعلم الله من هؤلاء
فعامل هو او اقول رب بينا فايتان قلنا لا العبد هو الذي اغنى نفسه لذلك الارض فقط قالوا يجب على الله كتابه الطائع وعقاب العصر هذه من الطريقه التي ايضا التلميذ عن مشكلة الجهاد طبعا المتقدمين المتقدمين صباحوا ظهر القرآن أما السنة والجماعة فمساكوا بالجمع أو الترجيح أو قال التعارض ليس خير ده التقسيم عندهم الجماعة التعارض ليس خير إن كان التعارض حقيقيا فإننا نسبق المسائل التي تزيد عندنا التعارض وذلك الجانب أول شيء وإعمال الدليل وأن القول وما أتاكم من رسول فخذوا ما أتاكم عنه فانتهوا وما أتاكم كل يوم بوجود حتى ينظر التاريخ المتقدم المتأخر وإلا كانت الترجيح بل وهناك من يقول التبيح في المدرسة تسعى من الوقت طبعا نوع من الوقت له سنة بل أصدق في الوقت أرقى القوم المطلوب المطلوب أو أرجو ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق والضاح المحيا.